السلام عليكم، كبداتي كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ جمعه مباركه، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. وباش ما تمنيت، اسمحوا لي ما شاركتش معكم المراحل ديال الكسكسو كامل، انما هذا هو الكسكسو ديالنا البرمراد. نص طيبه، غنزيد نطلع فوق البوطه هنا، القرعه والفلافل، القرعه الحمراء والقرعه الكوسه خضراء. هنا الكسكسو ديالنا تبارك الله ما شاء الله، درت جوج كيلو انا. يلا عاودت ليه، يلا درت ليه التفويره الثانيه هذه، يعني غنرد البرمه باش طيب ونتلاقاو ان شاء الله ملي نبغي ناخذ الغداء ديالي. متى باقي راه ماشي ديالي، سمحوا لي على التصوير، سمحوا لي على التصوير، قبل عليا راه ما كاينش اللي صورني سي كرم باش تخدم ليا. هنا يلا هدرت القرعة، القرعة الخضراء، القرعة الحمراء والفلافل. هانتوما كويداتي، بعد ما تغدينا، بعد ما تغدينا وجمعت الكوزينة، مبغيتش نطول عليكم الفيديو، داكشي علاش باش نطول عليكم الفيديو، داكشي علاش ما صورتش لكم المراحل ديال الكسكسو كامل، وما صورتش معكم من الكوزينة، يعني ديما تنصور معكم ولا تنجمع داكشي علاش. يلا خليكم مع لا فيديو، نصايبو نوريكم باش تصايبو واعره هادي، نوريكم كيفاش تصايبو اللوبيا. يلا اللي كيعرف يصايب اللوبيا في حالي يكتب لي في الكومنت، اللي ما كيعرفش يقول لي باش نوريك كيفاش يصايبها. صافي، شوفوا 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 المهاوشة، شوفوا المهاوشة شحال جايبة ديال اللوبيا. أنا كنحمق على اللوبيا، تتعجبني مع سميتو، كتعجبني بحال هكا كنديرها في المطبخ معاها. هي كاينة هاد الطريقة، أنا ما تنديرش هاد الطريقة، هادي ماشي شارفة ياك، ماشي كبيرة ما فيهاش الخز، أنا تندير لها الطريقة، يعني راه نسيق معليش واخا توسخ الدار، ندير لها بحال هكا المرقة. نصيف معاكم ربعة فترات، أنا كنبغي نصايب شي حاجة كنمشي كنجبدها، كنجبدها من اليوتيوب بعدا كنخدمها. مال عيب إلا وريتكم كيفاش تصايبو اللوبيا. دابا نوض شي بنية، نوضو يا بنياتي، نوضو تعلمو كيفاش تصايبو اللوبيا. دابا تنوض شي بنية عاد اللوبيا العرام في التلاجة، هادي إلا درتوها في التلاجة راه كتحصل، يعني ديروها يومين ثلاث أيام، ولكن إلا خليتوها تتخسر. أنا كنقيها كنجيبها بحال هكا، يعني تنمشي للعربية تنجيبها بالزين زويونة باقا صغيورة، تنقيها بهاد الطريقة راه ما فيها لا خيط لا والو، خليونا من هاديك اللوبيا اللي كبيرة. هي طرية زويونة، ولكن في نفس الوقت ما تضيعوهاش، انا شو راه ما تنضيعوهاش، شنو كان له شي حاجه قليله. ايوا نبقى نقي وحده بوحده، وكاين عاود ثاني واحد النوع ديال العيالات وباغدو منكم كيخدموا بواحد الطريقه ما تنحملهاش، خلي لك بعض الخضار اللي كيحسهم يتنقاو على اتساع، لا تبغي طيب عاد كتجري ما حيت طيب ما حيت تنقيهم. لا بحال اللوبيا نقيها نديرها في الفريزر، بحال الجبانه تنقيها كنديرها في البوطه ونديرها في الثلاجه تحت الا كنت غنطيب هذيك الساعه، الا كانت قطعت وصيه نديرها في الفريزر. حمص كنرقدو، كنرقدو كنقسمو في البلاستيكات الغذائيه تنديرو في الفريزر. ما كتبغي ما كتبغي في حال وقايا ديري سميتو طيبيه، كتكونش عندك تماره
كلش عندك حتى ماره بزاف، ما حيتش نقي اللوبيا، ما حيتش نقي هذه، ما حيتش نقي هذه، نقيو غير هذاك الشيء اللي ما خصناش، ما نقيناش ليه، ما كانش ليه زعما الطريقه كيفاش نقيوه ونخليوه، حيت بعض الخضار الا لقيتيهم كيخسروا. انتما تنعزل الكبارات، شوف هاد الطواله تنعزلهم نديرهم مع بعضياتهم باش تجيني من نبغي نقطع عليها هاد الريوس تجيني هي هادي، ما يجيش شي كبير وشي صغير. داك الريس قد قد ويجيو الريس كيما هنا قد قد، تنخلي هذيك الصغيرة على هاد الرقيقة دابا غنخليها من بعد ونديرها. أنا كنجبد شوية بشوية، هذه الطريقة ديال الوالدة ديالي هي اللي ورات لي مسكينة هاد الطريقة، كنت أنا إلا بغيت نشقها كيجيني هاد الشي صعيب، هي لي توراني هاد الطريقة كتخيرا تقدري نقيها بدقة. شوف داك البقي البقايا ديالها شي حاجة قليلة لي طاحت، تا إلا بانت ليكم شي حاجة مثلا في الميك راه طاحت. شوف كنعاود واحد الكمية بحال هكا ونصايبها. ايوا قولوا لي اش تعاودوا. وبالنسبه ل على ذكر الحوايج اللي كنديروا في الفريكو اف سميتو، هذا مدرب لي عليكم كيفاش كنديروا. انا نسمن ديما عندي في الفريكو، دابا نتشهم سمن عوض نبدا نطيب ولا تخلع عندي شي حد غنجبدو ونسخن. ديما دايره 55 ملات 6 7 10 والملوي الملوي داك النهار كان واحد السيد جا عندنا درتو صحاب لي غيقول سي فطر ساعه ما فطرش ما بدش اصلا صافي. وجدتو ملي ترخى بحال هكا والله العظيم انا قلت لكم ما عرفتش طيبته وضحكوا عليا طيبته مع الجوج صحاب لي السيد غلبات وعجنتو ملي مشى صافي يعني ما يمكنش ليا نضيعو طيبتو مع الجوج حيت الا بدا الصباح انا ما غنفيقش بكري. طيبتو مشيت دوشت نعس فقنا في الصباح دينا منو نقول لكم شي ثلاثة ولا ما عرفت اربعة وبقى والله الا بقاو عشرة دابا كنسمعوكم في الفريم وبقاو كنسمعك الا الكيكه راه الا نحط واحد الملاحظه ما كنديرش كيكه بزاف حيت ما عنديش معاها. الملوي عزيز عليا كنحماق عليه بالاخص ملي كيكون بالزبده ولا عسل، ولكن بحكم انني غليظه راه انا حتى حاجه ما تناخذ حتى كنشبع منها غير كندوق وصافي، يعني ماشي شهيت شي حاجه غنوض نديرها ولا غنوض نمشي نجيبها لا لحقاش. انا كنغلط غير بوحدي الا كناكل كلشي ما عرفت كي غنولي. والحمد لله الحمد لله الانسان تكون عندو على صحته معليش يغلط ولا يضعف. يلا قبيداتي غنقول لكم باي باي عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله، وطلعوا لي في قناتي طلعوا لي في قناتي كاع الفيديوهات اللي طلبتو مني درتهم دخلت عليكم بوزه الله اش باقي كتسنى. طلعوا لي في قناتي ايوا زعما راه كطلعوا غير شي حديد ما كيديروا والو وفي الاخر كتبرد عليكم. كدرتي صحاب القنوات الشتم كاع ما كيدخلوا عندي محاملينيش محاقريني غير قولوا ليا. المهم اي واحد شاف قناتي دخل يتفرج يدير جيم يدير ابوني يدير تفعيل الجرس الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم مليان نرضي عليكم الله يحفظكم ليا يا اما الناس ديالي القدام اللي تابعيني مده هذه الله يحفظهم ليا ويطول في عمرهم ويسهل عليهم ويسهل لهم كل ما صعب ويا ربي امين. راه الدواء زينه را
مره ماشي سهل باش يداعي معاك بنادم في عبور يعني ما كتعرفه ما كيعرفك وانو دي داعي معاك. والله الحسن انت كنت داعي معاك ومن قلبي. انا اصلا المسلمين كاملين اي واحد خلق الله سبحانه وتعالى اللي وانا كنتمنى ليه الخير ربي يسر له ويدير له بركه في رزقه ويدير له بركه في صحته. اليوم الجمعه قولي لي انا جايه انا لابسه حجاب. لا علاش غنلبس الحجاب؟ انا ماشي محجب وماشي ضد الحجاب. الله يهديني الثنايا ويرد بيا ويرد بكل ما هو كل واحد تاني فات ليه الطريق. انا كان نشارك معاكم الفيديو هكا ولي كيما انا كيما كنعيش الحياة ديالي طبيعية عادي. انا بحال هكا ملي اطلع ملي اطلع والله ما نكذب عليكم انا بحال هكا كنظلم دار ما نقولش لكم راه كنضل دايره العكر لا تنحيدو بحال هكا الا كنت دايراه ماشي كنمشي نمسحو كنخلي حتى كيزول على راسو كل عيب ماشي عيب انسان هو اللي يطلع في راسو على عداكم العيال بلا ما يضحكوا عليكم وحدين اخرين يقول لكم حقا ما حقا. لا المرأة ملي كتهلا في راسها وتتبان زويونه انا ما بغيتش نبان شي حد اخر من راسي هو الاول وعاد غنبان الناس اللي كيبغيوني. اما الناس اللي ما تيبغيوكش انت ما غتبان لهم خايبه مهما درت ومهما لبست ومهما عكرتي ما كتصورتشهم اصلا. هذوك انا ما تندويش معاهم وما تندويش عليهم. المهم نصيك اختي نوضي بالي براسك تكوني زوينه شوفي في المرايه وتمني تعاودي ترجعي تشوفي في راسك كتفادي العصب كتفادي كتباحيش. المرأة ملي كتكون زوينه ومهليه في راسها ما كتكونش قبيحه تكونوا اكيد من هاد الهضره. جربوها ولا سولوا الناس اللي فايتينكم في العمر فايتكم وعارفين هاد القضيه ومصدقين. المرأة ملي كتكون زوينه ما عمركم تخافوا منها. اي وحده شفتوها زوينه كيما وجهها زوين كيكون قلبها تا هو زوين. ما نقولش لكم بعد عيالات اللي هاملين رسوما ان راهم خايبين لا ماشي خايبين ولكن المرأة ملي كتكون كتهلا في راسها ما كيكونش فيها الحسد ما كيكونش فيها السم كتكون انسانه طبيعيه كتهلا في راسها تتهلا في وليداتها في راجلها في اي واحد يعني ما كتأذي حد على حقها. هي زوينه شنو بغات هي زوينه هي نقيه هي مديها في راسها ما مديها في حد حيت اللي كديها في راسها ما كديهاش واحد اخر سمعت عارفه هذه القضيه. او نتوما الرجاله راكم عارفين اللي عنده شي مرا كتهلا فيها يقول لها ما دختي تدوشي ليك ولبسي وعكري وتقادي اي وتشوف دوز واحد شهر شهرين تولي تبان لك واحده اخرى مقدر معاك على الحوايج مابقا تقنقم عليك مابقاش تصحاب لك من غير الا دخلت من الخدمه تخرج تخليها كتنكر تجي تنقل باقا كتنكر حتى هو ما راه ماشي بخطره ماشي بخطره ماشي عاجتو كتنكر مسكينة مديها في حوايج. نعم ماما نعم بغيتي طيبي معايا الماكلة. أنا مازال حبيبتي ما كنطيب غير كنوقف لوبيا. يلا بدايتي نسيت راسي الله يضيع عليكم إلى الفيديو المقبل إن شاء الله. ويلي ويلي منين غندوز شحال زويونة معاكم الهضرة.